السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سير شاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة معانا كاسيو اوك اللي هي جي اي 2100، اللي هي جي اي اهو، الجي اي اسمها جي اي 2100، جي اي 2100 اهي اسمها كاسيو اوك، واخدة شكل الرويال اوك بتاعت اوديمار بياجي. دي الساعة فاصلة خالص، الساعة دي كانت عندي بقالها شوية يعني عندي بس فصلت، فأنا بصراحة نسيت أغير لها شاحن، نسيت أغير لها قصدي بطارية، فدلوقتي أما أكون معاكم وإن إحنا نغير البطارية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنروح فاكين إيه الأربع مسامير دولت، هنفكهم دلوقتي حالا. ونحطهم في يعني حاجة كده تشيل المسامير عشان ما تقعش، عشان المسامير بتاعتهم بتكون أصلية، ودي المسامير مش بتصدي، المسامير معمولة أعتقد من الاستانلس الخام علشان الساعة ما تصديش والمسامير تصدي وتاكلها البارومة وكده. بس كده، فاحنا هنعمل ان احنا انا بغير الساعة دي في البيت، والطريقة دي بتنفع معايا. لو انت خايف على الساعة ممكن توديها التوكيل وتغيرها، لكن انا بعملها على طول في البيت والساعة دي بتنفع معايا. فانا بقولك انا يعني بحب المخاطرة، يعني انا بجرب المخاطرة، لكن لو انت خايف وديها لساعتي. وبعد كده هنروح شايلين دي اهي اهي اهي، وبعد كده ده المنظر بتاعها تمام اهو، خارجه بالجوان اهي، هنخليها كده على جنب كده لحظه. وبعد كده هنروح شايلين البتاع الجلد دي، دي جلده اهي، نروح شايلينها برضو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بطاريه ودي بطاريه. بصوا بقى يا شباب هنعمل ايه، هنروح جايبين، بصوا لحظه، هنروح جايبين كده حاجه حلوه قوي اسمها دبوس، دبوس صغير. بصوا هنيجي هنا كده لحظة، شايفين الحتة دي كده؟ بصوا نعمل كده زوم كده عليها وننزل لتحت كده. بصوا يا شباب الحتة دي، الحتة دي دي عاملة زي الهوك، هنروح داخلين كده لجوه. بصوا شايفين كده، هنروح داخلين كده لجوه، ده أخضر أهي اهو، ثواني اهو انا عمال اوصل ليها اهو، هي بتبقى حته كده صغننه جدا عامله زي الهوك كده اهي، بس كده كده اتشالت اهي. دي اول واحده اهي، دي كده اتشالت اهي، بيبقى هوك كده عامل بيقفل عليها. وبرده الحته التانيه دي برده نيجي عليها كده ونروح جايين في الهوك الصغنن ده كده، هي اهي اهي، خليه زي ما اهي، تبقى رخمة كده شوية نجربها بمفك صغنن عشان ال طب خليكم كده لحظة معايا. بس كده، فأنا كده شلت ال يعني فكيت مكان البطاريتين، فهنجيب البطاريتين كده البطاريات دي مقاس ايه؟ بصوا كده تعالوا نبص كده عليها، اسمها اهي، ثانية نظبطها اهي، اسمها 726، 726. يبقى ندور على بطاريات 700 اسمها 726 تمام؟ اهي لحظة كده خليكم معايا ادور عليها واجيبها. للأسف بعد ما
بعد ما انا فكيت الحجر للاسف انا مش لاقي الحجاره المناسبه، فهرجع الحجاره دي تاني اهي، اللي هو هيبقى الحجر ده هركبه اهو هنا كده، تمام اهو، تمام ركب اهو كده اول واحد، وبعد كده تاني واحد اهو بركبه اهو بس كده. وبعد كده بتروح مقفل الساعة زي ما كانت اهي، خلي مسافة الفاضي ده اهي بالظبط كده اهو، هي بتبقى مدياك الشكل بتاعها وبيبقى الشكل ده. الدايرة دي لازم تبقى ملامسة لده اهي كده بالمنظر ده كده اهو، تدخلها من هنا كده اهو اهو كده اهو، تمام. وتروح بقى رابط المسامير بتاعتك اهي، المسامير اهي اهي المسامير اهي برضو بس هو الرقم بتاعه اللي هو رقم الحجر اللي انا وريته لكم اللي هو 727. ف انا بس الفكرة ان انا مش لاقي الحجر ده معايا دلوقتي، كنت فاكر ان انا معايا حجر زي ده معايا، فبعد ما فكيت ما لقيتوش. بس خلاص يعني انتوا عرفتوا، بس الفكرة بس انتوا اول ما تجيبوا الحجر ده تعملوا اللي انا بقوله لكم. ولو انا بقول لك الطريقة دي بتنفع معايا، لو انت خايف مثلا على الساعة ولا حاجة، او انت مثلا كده، ممكن تروح التوكيل افضل لك، لكن انا بحب اخاطر انا، وياما غيرت ساعات وياما غيرت بطارية ساعات اهو. تمام اهي، قرب طبعا بقى الساعة علشان ما يخش لهاش اي مية، لان الساعات دي اساسا هي ساعات قوية اساسا، بس لازم برضو تقرط عليها عشان ما يخش لهاش مية. بس كده اهي، هي بس الفكرة ان انا مش معايا البطاريات بتاعتها، فانا بس الفكرة ان انا كنت فاكر ان هي معايا، بس ان شاء الله بجيبها واركبها لكم. بس انا وريتك بس الفكرة انك تعرف تفك الساعة ازاي، ولو انت معاك البطاريات المناسبة تروح مركبها على طول. فشكرا جدا لكم يا جماعة، ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ما تنساش تشترك معايا في القناة، احنا بنقدم اكتر من محتوى، بنتكلم عن الساعات، بنتكلم عن الاكسل البرنامج، وبنتكلم عن الرياضة، بنتكلم قصدي عن الرياضة كمال الاجسام، وبنتكلم عن الصحة، وبنتكلم عن البرامج، بنتكلم عن حاجات كتير قوي. فما تنساش تشترك معانا وتفعل الجرس، ولو انت على التيك توك اعمل فولو، بجد بجد هتستفيد كتير. شكرا جدا لكم، وكان معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.